حرب بالاجواء، حرب بالاجواء، خليكم بالسبيل، حرب بالاجواء. أعزائنا مشاهدي قناة الجسر الفضائية، نحن معكم الآن من داخل مدينة مورك لنطلعكم عن آخر التطورات الميدانية على هذه الجبهة والانتصارات الكبيرة التي تم تحقيقها من قبل جند الأقصى تحديدا على جبهة مورك. نلتقي بالأخوة المرابطين من هذه الجبهة أو جند الأقصى ليخبرونا عن كيف تم تحرير مدينة مورك وما هي الخسائر التي تم تكبيدها لقوات النظام. أهلا وسهلا فيكم أخي، عرفنا حضرتك. أهلا وسهلا فيك أخي أبو حسن. أخي أبو حسن، يا ريت تخبرنا أو تعلمنا قليلا كيف تم السيطرة على مدينة مورك اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الصادق الوعد الأمين. الحمد لله، تمت السيطرة على مورك بشكل كامل بعون الله أولا، ثم بعون المجاهدين الذين تسللوا إلى داخل مورك. الحمد لله والصلاة، الحمد لله الذي من علينا بهذا النصر، والحمد لله الذي من فضله اغتنمنا كثير من الأسلحة وكثير من الذخائر، الحمد لله رب العالمين. وتم دحرهم خارج مورك إلى نقاط الشرقية، شرقي مورك وإلى قبل مورك، الحمد لله. طيب أخي، أخبرنا قليلا عن الغنائم التي تم اغتنامها من قوات النظام، أو خسائر مادية تم تكبيدها لقوات النظام أو بشرية. الحمد لله، بالنسبة إلى البشرية الحمد لله، قام أبطال جند الأقصى بقتل عدد مناسب من الخنازير الحمد لله، واغتنام آليات كما ترى، وأسرى والحمد لله رب العالمين. هذا ما جرى في مورك. بالنسبة أخي للغنائم التي تم اغتنامها، هل لديك عدد محدد، نوعية أو طبيعة الآليات التي تم اغتنامها؟ العدد ليس محدد، لأن الشباب ما زالوا في التقدم الحمد لله. في آليات، في دبابات الحمد لله عدد 3، وبأمبيات عدد 3 أو 4، وشيكيات ودوشكيات و14، الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله. مشاهدي قناة الجسر الفضائية، نحن الآن في إحدى الخنادق التي كانت تتمترس بها قوات النظام، طبعا قبل تحريرها من قبل كتائب الثوار ممثلة بجند الأقصى. هذه بعض الدشم التي كانت تتحصن بها قوات النظام.
مشاهدينا الكرام، كما تسمعون الآن أصوات اشتباكات عنيفة تجري الآن بين جيش الفتح وقوات النظام. الآن جيش الفتح يواصل التقدم باتجاه حاجز العبود الواقع إلى الشرق من مدينة مورك. تلك ولله الحمد غنمناها منذ ساعتين تقريبا، والله ما نصبنا الا بالرعب، والله ما نصبنا الا بالرعب، لا بقوة عداد ولا عدة، ولله الحمد. اخي يا ريت تحكي لي شوي عن همة المجاهدين او معنوياتهم، كيف كانت، كيف لاحظت اللي اياها خلال هاي المعركة؟ والله الحمد لله كان همة الشباب عالية جدا، يعني الشباب ما بيستمدوا العون إلا من الله عز وجل، يعني ما هو جهد بشري لكن هو جهد الخالق، ولله الحمد. يعني تمكننا من المجرمين يعني ولاذوا بالفرار، حتى يعني وصلنا أن أحد الضباط الكبار يعني صار يتكلم مع يعني القاضي مع رئيسه، يقول له أنه نحن فاتوا علينا المسلحين على مقراتنا، علما ان احنا ما كنا فايتين على مناطقنا، فلازوا بالفرار المجرد يعني صار يتوهم او حقيقه ممكن يكون، ان شاء الله نحن نتامل يكون جند من جنود الله عز وجل، ما رايناهم لكن يعني نصرنا بالرعب. اخي نصرنا بالرعب. يعني بدك تذكر لي انه معنويات قوات النظام تحت الصفر. اخي كانت معنويات منهاره جدا جدا، يعني سبحان الله نحن نتفاجأ بمواقع وكأن يعني غشي على أعينهم فلم يرونا إلا نحن وراءهم مباشرة. طيب أخي، فيك تحصيل عدد الغنائم اللي تم اغتنامها بهذا اليوم؟ والله لحد الآن لسه ما تمكننا من، لأن القطاعات كبيرة وفي تلال، لكن يعني أقل ما يمكن يعني 5 دبابات 6 دبابات أقل ما يمكن. في الشركة اللي شفتوها من شوي، في يعني هاونات، في صناديق ألغام بأعداد ضخمة، في صناديق ذخيرة، في بكاب 14.5، يعني في آليات، في يعني عتاد كبير جدا جدا، في صواريخ كونكورس، وجدنا الحمد لله عدد من صواريخ كونكورس ولله الحمد. طيب أخي، بدي أسألك إذا في إحصائي لعدد قوات نظام أو جرحى، أو إذا كان في هناك أسرى لديكم؟ والله أسرى ما وصلنا أنه في أي أسير، لكن في أعداد كبيرة كان من القتلى والجرحى، وخاصة في الليلة الماضية من شدة القصف يعني عليهم، فاضطروا إلى يعني جلب عدد كبير من سيارات إسعاف، فوصل أرقام مختلفة على موضوع قتلهم او جرحهم، ولله الحمد تم اليوم طمرناهم يعني سبحان الله الانتصار، ونحن حتى تفاجأنا يعني بسرعه الفتح، توقعنا ان سمحنا اليوم بكامله، لكن سبحان الله من اول النهار خلال ساعتين تمكنا من تحرير ما تبقى من التلال بشكل كامل. طيب اخي، بدي اسالك اذا لمست تواجد لقوات ايرانيه او قوات أجنبية شاركت مع قوات النظام داخل مورك؟ أخي نحن في كان خلال الكلام يعني اللي بيتكلمون كلام يعني إيراني، في منه كان لبناني، ما هي لهجة سورية كالمعتاد، وحتى في يعني كلام كان أجنبي ما تمكننا من فهمه، لكن سبحان الله يعني هم كلهم سواء أمة كفر واحدة، فكان في يعني عناصر إيرانية شيعية كانت موجودة، ولله الحمد تمكنا منهم. طيب أخي، كيف كانت قوة مشاركة الطيران الروسي إلى جانب قوات النظام في قصف المواقع؟ والله يعني كان سبحان الله يقيننا في الله، أنه كان في عنا غمامة فوقنا كانت مرافقة لنا، فكان الطيران يروح ويرجع لكن ما يتمكن من التنفيذ، نسمع صوت الطيران لكن لا نرى أي أثر، ولله الحمد ما تفكر من أي أذى. طيب إذا في إصابات في صفوف المجاهدين لديكم، جرحى، شهداء بإذن الله؟ والله سبحان الله مقابل الفتح والانتصارات اللي تمت
ما في شيء نهائيا سبحان الله. دم المجاهد عنا والله غالي غالي يعني سبحان الله كثير، لكن لله الحمد عدد قليل جدا جدا من الجرحى، واللي يعني علمناه انه الحمد لله كان كله طفيف، امور بسيطه، ممكن يكون في شيء قليل من الشهداء واحد او اثنين، يعني هذا اللي ما نعلمه الله اعلم. من داخل مدينة مورك نتوجه بالشكر الجزيل للأخ المرابط على هذه الجبهة، ونتوجه بالشكر الجزيل لجميع من ساهم في تحقيق هذا الانتصار الكبير داخل مدينة مورك عفوا. سؤال أخير بالنسبة بعد تحرير مورك، هل ما يزال التقدم مستمر وإلى أين؟ والله إن شاء الله الجهاد قائم إلى قيام الساعة، الجهاد إن شاء الله قائم، لكن كخطط مبدئية للمجاهدين المرابطين حاليا في مدينة مورك إن شاء الله في يعني وراء النظام، يعني إلى صوران إلى حماه إن شاء الله، عسى الله عز وجل أن لا ينزع أرواحنا إلا في ساحات الجهاد، أو نفرح إن شاء الله بالنصر لجميع المسلمين، وهذا إهداء إن شاء الله هذا النصر لكل المسلمين إن شاء الله، إن شاء الله القبول لنا ولكم. شكرا جزيلا لك أحد المرابطين داخل مدينة مورك، شكرا جزيلا لك. الله يبارك فيك. أخي أبو ضياء، سمعت حدثونا أنه أنت كنت قائد عملية الاقتحام باتجاه كتيبة الدبابات، اشرح لي شوي كيف تمت العملية؟ الحمد لله كان الجيش متوجه نحن مواجهنا مقابلنا قرية مورك، فنحن قلنا بدنا نمهد عليه مشان نقتحم، بس قلنا يا أخي الأفضل على أنه نلتف من الخاصرة من وراء ظهره، نلتف نقدر فيه يعني. نعم. فالشباب له من قابيله بالوجه، ونحن لفينا كان العدد 7 وكان عدد النهوف تقريبا 60 واحد من الجيش. هاي كتيبة الدبابات، هاي أول نقطة وهاي ثاني نقطة. فالتفينا نحن 7 كنا منهم خاصرته الحمد لله، وقت شافونا يعني حسوا فكرونا ألافات جايين عليهم، فالحمد لله هربوا على حاجز كسارة قابلة كذا. الحمد لله تم السيطرة عليه واغتنمنا دبابة بين. الخسائر اللي كبتوها لقوات النظام؟ والله الحمد لله 22 واحد تم طمرهم بتركس، يعني طمرناهم شانه. إصابات، كان في إصابات بيناتكم؟ في صفر؟ الحمد لله لا، بس في واحد جرح بسيط بس الحمد لله. شكرا جزيلا لك. وبتحرير مدينة مورك تنتهي حلقة من حلقات الوصول إلى مدينة حماة. من داخل مدينة مورك، تيم اليوسف، قناة الجسر الفضائية، ريف حماة.